القرآن الكريم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذي أدبك يا رسول الله؟ فكانت الإجابة: أدبني ربي فأحسن تأديبي، ولم لا، وهو الذي خلقني لأتمم مكارم الأخلاق. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: هوى ما تقرؤون القرآن الكريم، كان خلقه القرآن، وكان قرآنا يمشي على الأرض، خلقت مبرأ من كل عيب، وإنما خلقت كما تشاء، فأفضل منك لم ترى قط عيني، وأعظم منك لم تلد النساء. ولما كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من لقاء رب العالمين، فسمع النداء من أحكم الحاكمين: وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد، لأقسمن الموقف فيما بيني وبينك يوم القيامة إلى نصفين، أنت تقول أمتي أمتي أمتي، وأنا أجيب عليك رحمتي رحمتي رحمتي. قسما بنور المصطفى وجماله، لم يخلق الرحمن مثل صفاته، المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وسماته، عيسى المسيح رآه في إنجيله، وموسى الكريم رآه في توراته. يا عاشقين محمدا وجماله، صلوا عليه تفوزوا بصلاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أيها المستمع الكريم، يقول المولى في محكم آياته وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. ويقول رسوله الكريم الأمين الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة: ومن يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاب له أجران. صدقت حبيبي يا رسول الله. أيها المستمع الكريم، نستمع خاشعين ومنصتين لخير ما يكون الكلام ولأصدق ما يكون القول. نستمع خاشعين إلى كلام المولى عز وجل وهذه الرحاب القرآنية المباركة، والذي يقدمها على مسامح حضراتكم عالم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي التروتي. ندعو له بحسن التلاوة، لي ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته منا مشكورا ومن الله مسابا ومأجورا.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا
لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Mm-hmm.
أيحسب الإنسان أن لن نجمع بلى 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 قادرين على بلى قادرين على أن نسوي بلى لا أقسم بيوم أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا طرق البصر وخسف Oh,
فإذا ضاق البصر وخسف القمر وجمع الشمس وتذرون الآخرة.
كلا إذا بلغت التراقي كلا وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى فأولى ثم أولى لك فأولى أيخطأ
يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض
وأفدت لربها وقرت يا وينقلب إلى أهله مسرورا. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. ربه كان به
فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا كذبون أعلم بما يوعد فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن
أكرمنا بالقرآن واسترنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وعافنا بالقرآن وداونا بالقرآن ونورنا بالقرآن وجملنا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم ارحم امواتنا بالقرآن يمن كتابهم بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لكنهم حجتهم بالقرآن في الأرض عن جنوبهم بالقرآن ثبت ما عند السؤال ببركة القرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صب الخير على بلادنا صبا واجعل اللهم عيشنا رغدا ولا تجعل عيشنا كدا وارزقنا وأنت خير الرازقين وأكرمنا وأنت أكرم الأكرمين وارحمنا وأنت أرحم الراحمين وجد علينا بفضلك وكرمك يا جواد يا كريم وحسن أخلاقنا فأنت الله أحسن الخالقين. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إلى روح المتوفى وأموات المسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا عشنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كنا مع طب القلوب ودوائها استمعنا إلى نور الأبصار وذهاب همها وغمها
حقا كنا مع خير الكلمات كلها وهذه الرحاب القرآنية المباركة العاطرة والذي قدمها على مسامع حضراتكم علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي ألا وهو فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي التروتي. وقد ركبت هذه الإذاعة المحلية والهندسة الكهربائية كتلفت من إدارة حسن النواوي بكم مشفيد. وقد ركبت هذه الفراشة الحديثة من مخازن الحج يسري عبد الحميد بكم مشفيد. وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع آل النحاس الأكرمين الكرام أصحاب الواجب في كل مكان أن نتقدم جميعا بخالص الشكر لكل من واسانا، كما أسأل الله رب العالمين أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يلهم جميع أهله الصبر والسلوان. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ربنا يوسع عليك يا محمد، يكرمك ويزيدك.